حياكم الله أحبتي المشاهدين. بعد معاناة طويلة امتدت لسنوات نتيجة الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، يعود الحوار والحديث عن موضوع قطار بغداد المعلق الذي سيرى النور إن شاء الله حسب المختصين وحسب الجهات الحكومية. إذن بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج ليش لا سنناقش هذا الموضوع المهم والحيوي، وهل فعلا سيرى النور؟ يعني موضوع القطار المعلق دائما ما نسمع عنه بسنوات سابقة، لكن ما نشوف أي تطبيق على أرض الواقع. لكن بهذه الحزمة الجديدة من موضوع فكر الاختناقات المرورية التي تعمل عليها الحكومة، هل فعلا سيطبق موضوع القطار المعلق أم لا؟ تفاصيل كثيرة أكيد سنخوض بها، لكن قبل أن نخوض بهذه التفاصيل تعالوا معنا لمشاهدة التقرير وراجعين. تختنق العاصمة بغداد يوميا بازدحامات مرورية في عدة شوارع رئيسية خاصة في مناطق الوسط، لدرجة تكاد بعض الشوارع تتوقف حركة السيارات بها. الازدحامات المرورية في بغداد تعدت مصطلح المشكلة ووصلت إلى أزمة لخطورة تداعياتها والأسباب تتعلق بالجوانب التخطيطية والسكانية والإدارية والسلوكية. ومن سنوات طويلة وبين مدة وأخرى تتصدر الأخبار موضوعي قطار بغداد المعلق ومترو بغداد بين تصريحات واتفاقيات ووعود وتخطيط، لكن جميعها لم تكن كفيلة بإنهاء المشروعين الواحدين اللي مؤمل منهم تقليل الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، إذ يعتبر القطار المعلق من المشاريع المهمة اللي راح تخفف من الزحامات المرورية في العاصمة بغداد، لكن بسبب مماطلة الحكومات المتعاقبة وغياب التخصيصات المالية عرقلت تنفيذ هذا المشروع لسنوات عديدة. أما الحكومة الحالية الموصوفة بحكومة الخدمة الوطنية وبرئاسة السيد محمد الشياع السوداني تحاول إكمال المتطلبات اللازمة لإنجاز مشروع قطار بغداد المعلق في محاولة لجعله واجهة حضارية للعاصمة من جهة، وفك الاختناقات المرورية من جهة أخرى، وباعتباره واحد من المشاريع المهمة في العاصمة بغداد. إذن أحبتي المشاهدين، بعد ما رجعنا من التقرير نناقش الموضوع بكل تفاصيله. مشكلة الاختناقات المرورية مشكلة أصبحت يعني معضلة كبيرة على المواطن العراقي. لاحظ أنه هناك كثرة في السيارات، أصبحت الشوارع هي لا تستوعب عدد السيارات الموجود الحالي، بالإضافة إلى الكثافة السكانية اللي أصبحت بتزايد. تفاصيل كثيرة إحنا دائما ما نناقش ببرنامجنا وأي برنامج أيضا آخر، نناقش مشكلة الازدحامات والاختناقات المرورية ونعمل بالممكن حتى نقدم حلول مع مختصين ومع جهات رسمية حتى نصل إلى حل يفيد المواطن، وهذا الحل يكون بصالحه وصالح العراق. دائما ما نناقش موضوع الاختناقات المرورية ونلاحظ أنه الأسباب من ضمنها هي أنه مثل ما ذكرنا قبل قليل أنه الطاقة الاستيعابية أصبحت ما تستوعب عدد السيارات، الشوارع هي ضيقة، موجودة الصبات الكونكريتية، نقاط التفتيش اللي بكثرة، تفاصيل كثيرة وكثيرة. ودائما ما من ضمن الحلول اللي نعمل عليها وكنا نناقشها انه يجب انه تزال هذه الصبات الكونكريتية، يتم ازالة نقاط التفتيش اللي بكثرة بمناطق اللي تكون هي يعني عندما تنتقل بنفس المنطقة من مكان الى اخر نلاحظ انه هناك نقاط تفتيش بكثرة، عدم وجود مجسرات او انشاء مجسرات جديدة او توسعتها، افتتاح طرق جديدة، فهذه كانت جميعها مشاكل ويعاني منها المواطن. يعني أكثر فئة تعاني منها هي أصحاب التاكسي اللي يكونون هم يعني عيشتهم وحياتهم هي يعني تكون متمركزة بموضوع أنه تاكسي وانتقال من منطقة لأخرى، لكن بسبب هذه الاختناقات وتذمر المواطن أنه ليش لا ما يكون عندنا طرق جديدة، ليش لا ما يكون عندنا مجسرات، ليش لا ما تزال هذه الصبات الكونكريتية، ليش لا ما تنفتح المنطقة الخضراء، ليش لا، وتفاصيل كثيرة. لكن هذا كله بسبب الحكومات السابقة اللي ما كانت جدية بموضوع معالجة هذه المشكلة. بالممكن انه مثلا ايقاف استيراد السيارات اللي تكون هي يعني اللي يتم استيرادها بكثرة، تسقيط بعض السيارات القديمة، ما كان اكو حلول جذرية. والحقيقة ان الوضع اصبح لا يطاق بموضوع الاختناقات المرورية. شنو اني انتقل من منطقة لاخرى ممكن الوقت اذا ماكو ازدحام
من 5 إلى 10 دقائق هاي ماكسيموم، لكن من بسبب الاختناقات، بسبب الازدحام، بسبب كثرة السيارات، بسبب انه كل بيت عنده اكثر من سيارة واحدة يعني، وكل شخص يطلع بسيارته الخاصة، ما يجتمعون بسيارة وكل واحد يروح لمكان عمله، في هذا أصبح الوقت اللي أستغرق بنفس المنطقة اللي أنا متوجهت لها من مثل ما ذكرنا من 5 إلى 10 دقائق ممكن أوصل لها بنص ساعة، ممكن توصل 3/4 ساعة، ممكن ساعة بسبب هذه الأمور، وتحديدا بوقت الذروة، بوقت يعني بدء الدوام الرسمي أو عندما ينتهي الدوام الرسمي. هذه الأمور أصبحت سبب مشكلة للمواطن العراقي، وأصبح أنه يناشد ودائما ما يطالب بحلول تكون هذه الحلول جذرية ويتم معالجة هذه المشكلة حتى ننعم بحياة أفضل، حتى يقدر المواطن يتنقل من مكان إلى آخر بسهولة. طبعا بعد ما وصل الوضع أنه لمرحلة لا تطاق، ومثل ما ذكرنا أنه أصبح المواطن يعني بحالة يرثى لها بموضوع التنقلات من منطقة لأخرى وموضوع الازدحامات بصورة عامة، عملت الحكومة الحالية، حكومة رئيس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني، بعد تسلمه لمنصب الرئاسة، عمل بكل إمكانياته وطاقته وبموضوع معالجة الاختناقات المرورية، معالجة يعني مواضيع كثيرة من هالواقع الصحي، من هالأمور اللي يحتاجها المواطن، من هالتعيينات، تفاصيل كثيرة، ومن ضمنها كانت من أول يعني البرامج اللي وضعها والخطط اللي حاول إنه هو يحلها ويعمل عليها وموضوع الاختناقات المرورية، وهذه دائما ما كان المواطن يطالب بها بالسنوات السابقة والحكومات السابقة، لكن مجرد كان هو كلام دون فعل، لكن الآن أصبح هناك حقيقة فعل، أصبح هناك المواطن بدأ إنه هو يلمس بعض التغيرات الموجودة على أرض الواقع، أصبح هناك حزمة من المشاريع لمعالجة الاختناقات هذه المرورية والازدحامات، من ضمنها إطلاق حزمة من المشاريع اللي تضم 19 تقريبا مشروع حتى يعالجون هذا الازدحام، ومن هذه المشاريع هي كانت بإنشاء مجسرات جديدة بمناطق هي تكون تعاني من كثافة سكانية وتكون هي مناطق فعلا يعني سواء كان أكو يعني دوام رسمي أو ما موجود دوام رسمي، هي بصورة عامة تعاني من الاختناقات المرورية، أصبحت أنه هي عملت إنشاء مجسرات هي تكون لفك الاختناقات، مثل مجسر اللي يكون هو على الباب المعظم، يكون مجسر ساحة النسور، مجسرات كثيرة موجودة، وأيضا عملت على موضوع جدا مهم هو تغيير بعض مسارات المجسرات الموجودة، هي أساسا يعني موجودة على أرض الواقع، عملت على تغيير بعض المسارات وتوسعتها وإنشاء يعني مجسرات تكون فعلا هي ستنقذ العراق، وتحديدا بغداد، كأن بغداد هي العاصمة، بغداد هي اللي أصبحت مثل ما ذكرنا هي يسكنها أكثر من 9 مليون شخص، ذكرنا أنه كل شخص وكل بيت عنده أكثر من سيارة، هذه الأمور حاولت أنه هي تعمل مشاكل كثيرة، وأصبحت الشوارع هي فعلا ضيقة على هذه الطاقة أو على هذه الكثافة السكانية. بالتالي فالحكومة الحالية عملت بالممكن ووضعت جل اهتمامها بهذا الموضوع، وأعطت سقوف زمنية، هذه السقوف الزمنية من 9 أشهر إلى 18 شهر، من أجل أنه ينجز أو تنجز المشاريع بالكامل، وكل مشروع إلى مدة معينة، وهذا الرنج اللي وضع حتى أن المواطن يطمئن وأنه ما يكون هناك يعني مشاكل، مثلا أنا أتسقف زمني مثلا 6 أشهر والمشروع يطول مثلا سنة، هذه لا، حتى من أجل أنه أنا أكسب ثقة المواطن تم وضع هذا الرنج، وحتى يكون أنه على علم ودراية وحقيقة بموضوع إنشاء هذه المجسرات، تحديدا انه تم ايضا بهذه الفتره ومنذ تسلم يعني حكومه العراق ايضا منذ تسلمها لهذه الامور ومسك زمام الامور، عملت ايضا على رفع الصبات الكونكريتيه اللي كان دائما يحلم بها المواطن، من ضمنها ايضا افتتاح بعض الطرق اللي هي كانت مغلقه، ازاله نقاط التفتيش اللي دائما كان المواطن يقول احنا يعني بنفس المنطقه ليش من انتقل من جهة الى اخرى انه القى نقطة تفتيش،
يعني هذه الأمور كانت فعلاً تسبب مشاكل للمواطن وحتى مشاكل نفسية. بعض الأحيان يصل رب البيت إلى البيت هو بحالة يرسلها من العصبية والحالة النفسية والضغوطات بسبب الشارع وبسبب مشاكله وبسبب هذه الاختناقات. وأيضاً من الأمور الأخرى اللي عملت عليها الحكومة أنه إنشاء هذه المجسرات من أجل أنه يوفرون راحة للمواطن، من أجل أنه المواطن لابد أن ينعم بحياة أفضل بشوارع أجمل. عملت على تزيين بعض الشوارع، عملت على إنشاء مجسرات أيضاً للمشاة، وتكون هي بتصاميم حديثة وتليق بالمواطن العراقي. فعلاً يعني هذه الأمور هي يحتاجها العراق، وإحنا بسنة الآن 2024 يعني إن شاء الله تكون هذه السنة خير على العراق، وفعلا نشهد هذه الإنجازات ويكون العراق بأفضل حال. فالسؤال هنا أحبتي المشاهدين، طبعا دائما ما مثل ما ذكرنا أنه هناك حزمة وأطلقت وهي 19 مشروع، لكن هل هناك حزمة مشاريع أخرى لمعالجة هذه الاختناقات المرورية؟ وين صار موضوع أنه هذه المشاريع لمن وصلت بنسب الإنجاز؟ متى ستنفتح هذه المجسرات اللي الآن تم العمل عليها؟ تعالوا إحنا وياكم نعرف هذه التفاصيل وحتى المواطن أيضا يطمئن. شوف الجواب إحنا لكم وراجعين. مشاريع فك الاختناقات الحمد لله بدأت تصاعد نسب الوتيرة الأعمال فيها بشكل ملحوظ، ونأمل أنه هذه المشاريع نسبة 90% من الحزمة الأولى اللي عددها 16 ستنجز خلال عام 24، وبذلك يتماشى هذا الأمر مع توجهات الحكومة وإعلان دولة رئيس الوزراء بأن عام 24 سيكون هو عام الإنجازات. إن شاء الله سيكون هناك إنجاز بدءا من الربع الأول من هذا العام، سيتم افتتاح قسم من المشاريع، وتباعا سيتم افتتاح المشاريع الأخرى، ومع افتتاح كل مشروع سيتم استحداث مشروع آخر يكون مكمل، لأن مثل ما تعرفون هذه مشاريع هي الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات، تتبعها حزمات حسب ما متوفر من التخصيص المالي للدائرة. وعملنا مستمر، ورغم المعوقات ورغم المشاكل اللي تواجه هذه المشاريع إلا أن هناك متابعة حثيثة وعمل متواصل الليل بالنهار قبل كوادرنا. طبعا المواطن عندما شاهد هذه المشاريع، مشاريع فك الاختناقات وإنشاء المجسرات، بداية أن المواطن العراقي تذمر، ويعني نوعا ما أصبح عنده ردة فعل هي نوعا ما تكون هي سلبية، أنه ليش هذه المشاريع دفعة واحدة، ليش أنه هذه المشاريع ستكون حالها حال غيرها من المشاريع اللي دائما ما نسمع بها، أو دائما ما يكون هناك مشروع أو على النص وخلاص ينتهي، أو صار مشاكل أو ماكو فلوس أو الشركة تركت العمل بهذا المشروع ويبقى الوضع على ما هو عليه. كان عنده تخوف كبير من موضوع عدم إنجاز هذه المشاريع بالكامل، عدم الاستمرارية بهذه المشاريع. بداية أصبح هناك أيضا مشاكل بما يخص أنه عندما تم إنشاء مجسرات والعمل عليها تم إغلاق بعض المناطق، وأصبح هناك لود على مناطق أخرى حتى يتم إنجاز هذه المشاريع بأسرع وقت ممكن. وللعلم أنه هذه المشاريع عندها تعمل بنظام 3 شفتات حتى من أجل أنه يتم إنجازها وتكون السقوف الزمنية اللي وضعت تكون بمحلها، ويكون المواطن على ثقة وعلى دراية أنه فعلا عندما إحنا نضع هذا الوقت خلاص يتم إنجاز هذا المشروع بهذا الوقت المحدد. مثل ما ذكرنا أنه المواطن تخوف، لكن بعد ما شاف أنه لا، أكو نسب إنجاز، أكو مشاريع حقيقية. عندما يمر المواطن من جانب المشروع يشوف أنه أكو مراحل وأكو تطور. عندما درس الموضوع وشاهد أنه هذا المجسر ممكن حيحل مشاكل كثيرة، راح يساعده إلى هو كسائق تاكسي أو كمواطن عادي يروح بيته من عندما يعود من الدوام وينتهي دوامه الرسمي أو عندما يذهب للدوام الرسمي. فبعد هذه الأمور أصبح المواطن بداية كان ضد هذه المشاريع، لكن بعد ما مثل ما ذكرنا أنه فهم الفكرة
أصبح أنه معه، وأصبح قال أني أتحمل هذا الضغط، أتحمل لوقت معين وأتحمل لفترة معينة، لكن بالنتيجة راح يكون إلي يعني راحة بهذا الموضوع، كأنه أني أتنقل بسهولة وتكون جميع الشوارع سالكة وتكون جميع الشوارع هي بأحلى صورة وأجمل صورة. وفعلا هذا أنه محتاجي، والعراق محتاج هكذا مشاريع. من ضمن الأمور الأخرى اللي عملت الحكومة عليها حتى تفك هذه الاختناقات المرورية، نقطة جدا مهمة إنه عملت على تطوير أو إنه الحديث وعاد الحديث عن موضوع القطار المعلق اللي دائما ما نسمع به، مترو بغداد وقطار بغداد المعلق، لكن دون يعني تطبيقه على أرض الواقع، فقط نسمع به كل ما تجي سنة جديدة يقولون انه يابا سيتم العمل على القطار المعلق، سيتم العمل على تفعيل مترو بغداد، لكن ماكو اي امور ملموسه حتى نقدر انه احنا نقول إيه فعلا راح يتم تطبيقه. فهنا القطار المعلق هو احد المشاريع اللي تكون حيويه واللي راح تنقذ العراق بصوره كبيره، بالاضافه الى هذه المشاريع وهذه المجسرات، لكن يبقى الوضع انه بغداد محتاجة انه هي تتوسع اكثر، محتاجة انه احنا يكون يعني هذه الاطراف ايضا بغداد هي تكون من ضمن بغداد، يعني هذا حتى بغداد ايضا تكون هي اكبر حتى تستوعب هذه الطاقة. بالاضافة اذا تم العمل على مشروع القطار المعلق راح يحل مشاكل كثيرة وكثيرة، راح يعمل على فك هذه الاختناقات بصورة كبيرة وبصورة لا توصف، بالإضافة أنه يكون سريع جدا وتفاصيل كثيرة. لكن المشكلة وين؟ المشكلة أنه هذه المشاريع من ضمن الأسباب اللي عملت عليها الحكومة العراقية الحالية واللي برأس سيد محمد الشيع السوداني، أنه درس مشكلة أنه ليش يعني هو المشكلة وين؟ أنه هو يفكر ب ما يدور بعقل المواطن العراقي، ليش احنا دائما ما نسمع بمترو بغداد؟ ليش دائما ما نسمع بقطار المعلق لكن ما نشوفه؟ ما يطبق، ليش؟ درس هذه الامور ودرس المشاكل، وجد انه دائما ما يتم طرحها لكن ما يدرج ضمن موازنه او ما موجوده موازنه، او مر العراق بجائحه كورونا او مر بمشاكل اقتصاديه وظروف اقتصاديه كبيره، فهذه كانت من ضمن الاسباب اللي عملت على تلكؤ انشاء مشروع مترو بغداد وقطار بغداد المعلق. لكن لو تم انشاء فعلا، يعني احنا من 2010 هذا نسمع بقطار المعلق و2013 و2020 وهذه السنوات، لكن لو تم تفعيل هذا القطار المعلق شنو ممكن يضيف للعراق اقتصاديا؟ شنو ممكن يضيف للمواطن العراقي نفسه؟ شنو يضيف للعراق بصورة عامة؟ شوف الجواب احنا وياكم اصحاب الاختصاص وراجعين. الحقيقة هو المشروع الاول كان القطار الاندرغراوند، بعدين تغير الى القطار المعلق. المهم انه قطار ينقل يتجول بين مناطق بغداد. هذا القطار مهم جدا من ناحية اقتصادية للعراق، أولا من ناحية اقتصادية له مورد كبير جدا، لأنه الأعداد الهائلة الكبيرة التي يحملها بداخله تؤدي إلى وفرة بالأموال في الخزينة العراقية. الموضوع الآخر المهم أنه يؤدي إلى إيجاد فرص عمل كبيرة للمواطنين وللشباب، خصوصا باعتبار أن هذا القطار يحتاج إلى أعداد كبيرة وهائلة من الموظفين، فنحتاج إضافة إلى موارده الكبيرة أيضا. الموضوع الثاني، القطار المعلق يوفر الوقت للموظف، يوفر الوقت للعامل، للأجير، يوفر الوقت للوصول بسرعة هائلة، لأنه ماكو ازدحامات، ماكو شيء يعترضه، فسريع جدا. يعني ممكن بغداد أن خلال ساعة يدور بغداد كلها على كل السكك اللي تنتشر على أرض الواقع بعد التنفيذ. هذا جانب جدا مهم، لأنه الوقت أيضا مهم جدا، راح يكون وصول الموظفين دائما في أوقات محددة محسوبة، بحيث أنه ماكو أحد يتأخر عن دائرته، وهذا جانب جدا مهم أيضا. تقليل استهلاك البنزين والغاز، لأنه الموظفين والعمار راح يصعدون بالقطار المعلق، لأنه أولا رخيص الثمن، الإجرة رخيصة جدا، إضافة لأنه السرعة بالوصول، وهذا جدا مهم. إذن القطار المعلق
مهم جدا إلى المواطن العراقي بشكل كبير. الموضوع الآخر اللي نحتاجه في القطار المعلق أو اللي يوفر القطار المعلق هو مسألة المنظر في بغداد. منظر القطار راح يكون رائع وهو جميل جدا، ويصير مظهر حضاري وسياحي في بغداد، يعني يكون رمز من رموز بغداد القطار المعلق، لأنه ما موجود منه بالمحافظات. فتنفيذ هذا المشروع يضيف كثير من الأمور إلى العراق، ويجب على الحكومة العراقية أن تستعجل في هذا الموضوع، لأنه العراق بحاجة إلى هذا المشروع الرئيسي للنقل. الثالثة، يوفر عملات صعبة كثيرة جدا من بسبب استهلاك السيارات، لأنه راح يقل استهلاك السيارات، لأنه السيارات اللي راح تمشي بشكل أقل، لأنه الموظف يصرف لأنه يصعد بألف دينار بالنقل الوحدة أفضل له من ما ياخذ تاكسي ومن ما يروح بسيارته. فهذا مهم، الأمر مهم جدا، لأنه يوفر عملة صعبة للعراق، لأنه احنا كل المواد الأولية، المواد السيارات، الأدوات الاحتياطية نستوردها من خارج العراق، وبالتالي تكلف أموال طالب الدولار، وهذه راح تكون تدخل للخزينة ولا تخرج منها، لأنه راح يقل استهلاك السيارات بشكل كبير، وبنسبة قد تصل إلى 80%. الحقيقة احنا نحتاج للقطار المعلق سرعة الوصول إلى الهدف، يعني سرعة الوصول إلى المنطقة اللي أنا أريدها، يعني السرعة مطلوبة جدا، راح توفر لنا مبالغ طائلة. هذه السرعة توفر وقت، وتوفر مبالغ، وتوفر مواد احتياطية. فإذا بناء القطار المعلق في بغداد حصرا له أهمية كبيرة جدا، لأن نفوس بغداد تتجاوز 11 مليون نسمة، وبالتالي يحتاج إلى هذا الناقل الكبير، ناقل كبير، إضافة إلى الجسور التي الآن تنفذ لفك الاختناقات، راح تقل الاختناقات، تقل الاختناقات في بغداد بشكل كبير إذا نفذ هذا القطار المعلق، لأن الاختناقات تأتي من كثرة السيارات، والسيارات الحقيقة راح تقل حركتها بنسبة عدد الركاب اللي راح ينقلهم القطار، لأن احنا ما شاء الله الموظفين، موظف واحد يروح بسيارة واحدة لدائرته، بينما كانت سابقا باصات ينقل في كل 20 إلى 45 راكب بالباص، الآن لا، كل موظف يروح بسيارته، وهذه كارثة على الاقتصاد العراقي. فإذا من ناحية اقتصادية القطار المعلق قطار مهم جدا، نحتاج أن يبدأ التنفيذ، ونطلب من السيد رئيس الوزراء كما نفذ الجسور فك الاختناقات، أعتقد أنه بحاجة أن يبدأ بتنفيذ القطار المعلق، وشكرا جزيلا. طبعا طالما انتظر المواطن العراقي وسكان العاصمة بغداد انه موضوع انشاء مترو بغداد او القطار المعلق، لكن سرعان ما ينطفئ بريق هذا الامل اللي هو دائما ما يتامل المواطن، انه موجود هذا القطار المعلق وموجود مترو بغداد. واذا جينا وحكينا عن موضوع المترو وقارناه مع بقية دول العالم او سواء القطار المعلق، نلاحظ انه كل دول العالم موجود بهذا القطار المعلق، موجود بها مترو بغداد، موجودات الاثنين. وفعلا هذه الوسائل هي جدا مهمة، جدا فعالة، جدا هي تحاول وتساعد على ايضا تنقية الهواء والتخلص من انبعاثات الغاز، وانبعاثات هذه اللي تكون هي جدا سيئة وجدا مضرة لصحة الانسان، للنباتات، تعمل على تلوث الهواء. فكل دول العالم تعمل على انه معالجة هذه السلبيات، والعمل على انشاء امور تكون هي اكثر صحية، وتكون هي بصالح المواطن، حتى تكون الشوارع دائما ما هي ما بها ازدحام، تكون نظيفة، تكون مزينة، تكون انه ماكو هذه التشوه النظر بما يخص السيارات الصغيرة والكبيرة والوسط والحديثة والقديمة، وهذه الامور اللي هي دائما ما تسبب ضوضاء وتشوش لذهنية السائق وايضا ذهنية المواطن بصورة عامة. ف
فاحنا نجي نحكي عن مترو بغداد. مترو بغداد دائما ما موجود يعني، وتصاميمه موجوده، وعملت الحكومات السابقه على موضوع دراسه الجدوى وانشاء التصاميم واتفق مع شركات، لكن للاسف انه هذه الامور كلها الغيت الان، تم الغائها بالكامل لسبب انه سيتم العمل بدل مترو بغداد سيتم الاعتماد على قطار المعلق. لكن هنا المواطن يتساءل يقول ليش ما انا عندي تصاميم وعندي دراسه جدوى وعندي امور جاهزه اللي يخص مترو بغداد، ليش ما انا انفذ مترو بغداد؟ ليش ما انا اعتمد على هذه الطريقه وابدي اشرع بالمشروع ويعني يتنفذ حتى يكون هو اسرع؟ ليش هسه بيتم دراسة الموضوع ودراسة جدوى للقطار المعلق وإنشاء تصاميم، العمل على اتفاق مع بعض الشركات اللي تكون هي شركات رصينة وشركات تعمل على إنجاز المشروع بسقوف زمنية معينة حتى يكون متوفر للمواطن بصورة سريعة؟ هنا المواطن دا يتساءل عن هذه الأسئلة ليش؟ لان احنا نعرف حتى اصحاب المشاريع واللي دي يسمعوني الان ان ما يحاولون يقدمون على اي مشروع الى اماره بغداد، اماره بغداد تاخذ بنظر الاعتبار انه هذا مشروع ميسر، او هنا عندنا محرم مترو، او هنا المترو سينشا على هذا المكان او على هذه المنطقه، ميسر اني اطلب موافقه. حتى الموافقات اللي تخص المشاريع اللي هي تكون مهمه او بها ايجابيه للعراق تم رفضها بسبب انه هذا محرم مترو، انه هذا سيتعارض مع المترو وتفاصيل كثيره. الان لا نلاحظ انه يتم العمل والنقاشات والحوارات ورصد اموال كبيره لعمل على موضوع القطار المعلق وانشاء تصاميم حديثه وجديده، وعمل على بعض الامور حتى من النقاط المهمه انه تم توجيه هذا المشروع الى وزارة النقل. وزارة النقل ايضا وجهت المحاكم والجهات المختصة بموضوع استملاك الاراضي اللي تكون اللي سيمر عنها او عليها القطار المعلق. يعني اكو جدية بالموضوع. بنفس الوقت هنا نسأل انه ليش ما تم تنفيذ مترو بغداد؟ ليش ما ننفذه وهذا التصاميم جاهزة واموره جاهزة، فقط انه يتم الاتفاق مع شركات تكون هي فعلا رصينة، فعلا هي تفي بوعدها وخلص الموضوع. لكن الجهات المختصة لها رأي آخر ولها وجهة نظر أخرى. احنا لابد انه نسأل عن هذه وجهة النظر، لابد انه نسأل هل القطار المعلق سيكون انه هو من ضمن الأحلام الوردية اللي دائما يحلم بها المواطن العراقي، لو فعلا سيرى النور وفعلا سيطبق؟ نسأل الجهات المختصة احنا وياكم، وهذا السؤال مثل ما ذكرت هو يدور في أذهان جميع المواطنين، انه ليش دا يتم يعني موضوع القطار المعلق؟ ليش ما اعتمدنا على تصاميم المترو؟ هل موضوع القطار المعلق فعلا سيطبق؟ فعلا سيرى النور مثل ما يقول البعض انه هو فعلا سيرى النور؟ لو يبقى حبيس الخرائط والادراج وفقط تصاميم وصرف اموال وتكون هي ما بها اي فائده وما موجوده؟ شوفوا الجواب احنا وياكم وراجعين. اذا احبتي المشاهدين، قبل ما نختم حلقتنا اليوم يجب ان نركز بعض النقاط المهمه. من النقاط المهمه وبما يخص معالجه الاختناقات المروريه على الجهات المختصه ايضا تعمل بالممكن وتعمل على توفير وسائل نقل تكون عامه حتى نقلل من استخدامنا للسيارات الشخصيه، ويكون هناك ايضا ثقافه بالعراق وببغداد تحديدا انه ماكو مانع اذا اني اتنقل بالنقل العام اذا توفر بمواصفات حديثة وبسيارات حديثة وتكون يعني تليق بالمواطن عندما يصعد بها ويتنقل من مكان إلى آخر. ونعمل على نشر هذه الثقافة، ثقافة النقل الجماعي، لأن هذه موجودة بكل دول العالم المتطورة وغير المتطورة، وسواء كان هو مدير أو هو كان موظف عادي أو هو كان مواطن فقير هو يركب هذه السيارات اللي تكون هي سيارات النقل العام. فهذه النقطة جدا مهمة، وهي أيضا من النقاط المهمة اللي راح تعالج مشكلة الاختناقات المرورية. والنقطة الأخرى اللي توصلنا لها بنتيجة حلقتنا اليوم أنه لابد الإسراع بتنفيذ سواء مترو بغداد أو قطار بغداد المعلق حتى أنه يكون هناك بريق أمل للعراق وللعراقيين بصورة عامة، وأيضا من خلال أنه هذا التنفيذ سيكون من خلال إطلاق التخصيصات المالية وتكون هي يتنفذ على أرض الواقع ويتحقق حلم العراقيين بما يخص
سواء مترو بغداد أو قطار بغداد المعلق. إذا أحبت المشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، ألتقيكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة وموضوع آخر. إلى اللقاء.